السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميع مشاهدي تلفزيون المسار في هذه التغطية الخاصة. أسعد الله صباحكم بكل خير. نحن اليوم في آخر أيام معرض الصناعات التركية في مدينة بنغازي والمقام في منطقة الهواري، بمشاركة واسعة من عدد كبير من الشركات التركية والتي ضمت 38 شركة تركية في مختلف الصناعات، منها الغذائية ومنها الطبية ومنها أيضا المواد التجميل. وأيضا من ضمن يعني المنتجات المعروضة هي منتجات خاصة بالنفط زي الزيوت وغيرها من المشتقات. أيضا هناك عدد كبير من الشركات التي اهتمت بالصناعات المنزلية، وأيضا شركات اهتمت بالملابس لتقديمها للسوق الليبي. من ضمن الشركات الموجودة معنا اليوم هي شركة تخصصت في المولدات الكهربائية ويعني داخل السوق الليبي بكل امتياز، ومن ضمن هذه الشركات هي شركة آيديا اللي موجودة في ليبيا. يعني اليوم حيكون معنا بإذن الله تعالى هو شاب ليبي من مدينة بنغازي، هو من فاتح يعني نقدر نقوله الموزع المحتمد لهذه الشركة بالمنطقة الشرقية، موجودة معنا بحيث أنه هو يحدثنا أكثر حول هذه التجارة وحول مشاركته في المعرض، اللي هو أحمد كشبور. أهلا وسهلا بك حمادي، أنا سنورت. أهلا وسهلا، مرحبتين بك، لك الصحة والعافية. أحمد كشبور يعني الموزع المحتمد لشركة آيديا بالمنطقة الشرقية. بداية نرحبوا بيك ونقول لك أهلا وسهلا بيك في تلفزيون المسار وكل الناس اللي تتبع فيه. مشاركتك في معرض الصناعات التركية في بنغازي. أهلا وسهلا بكم، تشرفت بلقائي مع قناة المسار. طبعا هي كبداية نقدر نقول أن بداية جيدة لبنغازي، مثل المعارض كان يشمل جميع الأصناف، مواد الطبية، مواد غذائية. بنغازي تحتاج الحاجات هذه بالذات السنوات هذه، ضروري نكثروا من المعارض هذه ان شاء الله باذن الله تعالى. في اخر ايام المعرض كيف شفت اقبال المواطنين الليبيين تحديدا للمعرض؟ هل فيه كان فيه ناس شاركت؟ نعم في، لا طبعا المشاركه هي مشاركه تركيه، لكن كمواطنين كان في اقبال واجد. هي ممكن حاجه اللي عرضتهم المواطنين ضروري يتعاملوا مع التاجر اللي جاي المعرض كجملة. في مواطنين كانوا جايين بيشروا لكن قالوا لهم ضروري جملة. يعني هذه الحاجة الوحيدة، لكن كمعرض الحاجات اللي جن المواد اللي جن المعرض ممتازة. 38 شركة، أنتم من ضمن الشركات التركية المشاركة في هذا المعرض. بحكم أنكم أنتم كوكيل لهذه الشركة، أنا حاب نعرف على الشركة متاعك شوية حمادي، شنو هي الشركة؟ شركة آيديا جنريتر، شركة مولدات كهربائية، كانت بدايتها في تركيا من ممكن في السبعينات 1972. الوكالة أخذناها في 2012-2013. كانت بداية مولدات صغيرة 8 كيلو 10 كيلو بنزينة، ثم بدينا من 20 كي في اي لعند 500 كي في اي، بعدها بدينا نخدمه مع الدولة. الشركات الكبيرة مثلا شركات العمل الكهرباء يبوا حاجات كبيرة من 1 ميجا، ميجا ونص، 500-700، فقعدنا نطوروا في الشغل لأن الآن عندنا من 20 كي في اي لعند الميجا ونص. كويس ما شاء الله، يعني تطور الموضوع. أن الصناعة كانت يعني شيء صغير، يعني كمولدات منزلية، الى الان تطورت وخشيت في السوق الكبير، يعني خلينا نقول في الشركات تم استهدافكم من الشركات حتى مع الدوله، مستشفيات شركات كهرباء، المناطق الجنوب، في مناطق طبعا ما فيش زي بك الجبنان الزنال مولدات ميجا ونص ميجا، مناطق كيف الربيانه، كيف على الحدود ليبيا هذه ما فيش زي، درنا مشاركات ما شاء الله. يعني ما شاء الله، يعني ثقه المنتج التركي داخل السوق الليبي هي كبداية توا مازال هم عندهم، المواطن عنده فكر ان شنو الاجنبي احسن اقوى في المنتج، لكن كتجي كتشوف المنتج التركي مثلا نحكي على الشركة آيديا تقدر تقول تمتاز بالخامة بالجودة والسعر اقل. كويس. ايوه، فالسوق الليبي مازال متردد، تقدر تقول انه متردد ياخذ حاجه تركيه، لكن باذن الله السنتين هذين
حيصير اقبال واجد. كويس. يعني لما نشوف يقول لك يعني ك ك ك كتاجر ليبي عاده اهتمامه بالاتراك انه هو كملابس، ولكن كالثقافه الاخرى يعني كمولدات كشركات زيوت، يعني هل الثقه اللي في الشارع بحكم انك انت حاليا يعني موزع معتمد لشركه تركيه في مولدات كهربائيه، هل الجودة يعني أنت أكيد طبيعي حتقول لي الجودة متاعتنا ممتازة جدا وكل شيء ممتاز، لا ولكن ممتازة. الشارع برا كيف أنه هو بيتقبل؟ هذه مشكلة. أنا جاني كم مواطن تاني يوم مارة تالت يوم هو كتاجر حق البضاعة أنها ممتازة كويس خامة ممتازة، لكن بعدها قال لا شركة تركية. قلت له مش موضوع أن شركة تركية، أنت تو كتاجر يعني تقدر تقول شفت المحرك، شفت الكاتم، نسبة الهيكل الهيكلية، نفس الشاشة، أنت تقدر تقول أحسن من السوق شوية. هم في إقبال شوية هكي، لكن مازال في تردد. مازال في تردد. شنو العروض اللي حاولت أنك أنت تقدمها بحيث أنك أنت تكسب ثقة التاجر الليبي؟ حاولت أني السعر ما يجيش نفس السوق كويس، درت إعلانات على الفيس، وعندي مميزات خدمات ما بعد البيع، الزبون ياخذ من المولد نتاعه يفهم ما يقعد قدام بيته والع ما مشورة شيء، ضمان نعطي فيه سنة أو ألف ساعة. المحركات اللي عندي محركات إنجليزية وإيطالية، باركنز وإيفيكو. يعني المولد مو شركة تركي؟ لا مش تركي، هنا الشركة عبارة عن مجمعة كهيكلية ككاتب، لكن شاشة ومحرك ولفة ناخذوا فين ديما نخدموا على الايفيكو ايطالي، باركنز انجليزي، ولفات ماريلي ايطاليه. كويس ممتاز. يعني عندك ما انك انت تحكي به بحيث انك انت تنافس به وتبين ان المنتج بتاعك كويس. تمام. المعرض شن حيضيف لمدينه بنغازي؟ وحاليا اضافه ممكن نقول هنا كتاجر نقول لها 15%، لان ما درش كيف تقدر تقول اعلان قوي للمعرض، لان الاقبال نقدر نقول لك جيد الى جيد جدا. في ناس مازال مش عارفه ان المعرض اليوم بيكمل، لكن ممكن الشهور الجايه حنديروا اقوى واقوى، حنديروا اعلانات قبلها بشهر نستقبلوا حتى المواطنين الليبيين التجار الليبيين ان شاء الله باذن الله تعالى. بالنسبه لمشاركاتكم، هل حتكون لك مشاركات في حاله تقيم مثلا زي هذا المعرض مثلا في 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 طرابلس او في اي مثلا في المناطق الشرقيه زي درنا، طبرق، البيضة، هل حيكون لك مشاركات كشركه ايديا؟ طبعا السنين اللي فاتت شاركنا في معارض طرابلس الدوليه، السنه اللي فاتت السنه قبلها شاركنا في معرض مصرات الدولي، لكن كمنطقه شرقيه هذا اول مشاركه لنا ان شاء الله. كويس ما شاء الله. حيكون ان شاء الله قدام، حيديروا في واحد باذن الله، في واحد في طبرق، في واحد في درنا، عندنا في بنغازي، ممكن الشهرين الجايين في واحد ثاني، شركات اخرى ان شاء الله في مشاركات بدل. انا بدري على حسب ما نحكي انا وياك انك انت يعني داير شركه، هي شركه ليبيه وهي يعني تعتبر من يعني من الشركات الموزعه. حميد انت من الشباب الطموح جدا ما شاء الله عليك وربي يعطيك الصحه والعافيه، ولكن فكره انك انت تاسس شركه خاصه بيك، يعني كيف ان نحن نقدر نطور فكر الشاب الليبي ان هو يطلع من التقييد ويخش في بزنس خاص به ويكون قادر انه هو يعتمد على نفسه؟ والله نقول لك ضروري منها الحق. يعني الشاب بالذات نحن الجيل نتاعي في اللي صار دار مشروعه الشخصي، لكن في اللي صار له احباط من شويه هكي، تقدر تقول ان الحظ ما حلفش، اتجاه لحاجه اخرى. فنحن نقدر نقولوا كجروب، عندي ان شاء الله جروب تاعي يساعد كلمات طيبه تحفيزيه تحفيز، فنحن ضروري حتى من الدولة ضروري تقدر تقول تدعم شوية الشباب، مش حتى تدعم ماديا حتى معنويا، ديرنا ندوات، ديرنا مثلا دروس تحفيزية، تجيب لنا كيف يديروا فين توا في مصر وتركيا، تقدر تقول يجيبوا واحد شخصية تحفيزية يعطينا ثلاثة أيام يورينا كيف نتعاملوا في التجارة كيف نديروا. الشباب ضروري من الحجز. يعني انت تشوف ان هل الشاب الليبي اللي عنده مثلا 10,000 يقدر يجي مثلا المعرض الصناعات التركيه يقدر يطلع بزنس؟ يطلع. ان شاء الله يطلع. لان مسهلين الموضوع التجار الاتراك، ويعطوك مثلا بتاخذ مثلا تو في جناح جايب مواد غذائيه،
في نوتيل أمس خطام كيف التخطيمة كيف شبوب ليبي يسأل فيه أعطاه السعر كامل واسطة ليبيا سعر لا قوة إلا بالله. يعني احنا نحكي تو من منطلق الشباب انه مثلا يقدر. في اللي عنده 10,000 في اللي عنده 20,000 يقدر معرض سينات التركية هل يقدر يفتح له بزنس انه مش قادر يسافر لتركيا مثلا؟ يقدر من هنا. يقدر طبعا مديرين كروت التجار تفهم معهم طول مديرين مترجم ليبي تقول له نبي المنتج الفلاني مقاسات فلانية مثلا كانوا ملابس يقول لك الموضوع المبلغ المالي نتاعك واصل ميناء بنغازي ما شاء الله كويس يعني في كم تاجر ليبي شباب حقيتهم الايام اللي فاتت داروا بزنس ممكن ثلاثه او اربعه واحدين من مواد غذائيه ومن ممكن مواد الصيدليات امس حقيت واحد ان شاء الله كويس يعني نحن هذه هي اللي بنحفزوا فيها نحن الشباب انه تعال باذن الله تعالى هو اليوم اخر يوم يعني ان شاء الله يلحقوا باذن الله تعالى ولكن شفت انت كويس انك انت شفت ناس لا شفت لا خشوا في السوق الليبي التركي بحيث ان هم يكون لهم بزنس وهذه هي الحاجه اللي احنا نطمح بها الشباب انهم ما يكونش اعتمادهم على الدوله ولكن يكون اعتمادهم الحقيقي على انفسهم فكلمه منك الى الشباب بحيث ان هم يعني مثلا لو شخص عنده مثلا بحكم انك انت تاجر حاليا يعني شنو المنتجات اللي هنا تشوفين لو عنده واحد 10,000 دينار ليبي شنو يقدر يفتح بزنس الشركات الموجودة طبعا الكاتر عندنا في بنغازي الكافيات دارين عندهم فرع مواد غذائية جايبين المواد اللي تحتاج كلنا في الكافي أسعارها ممتازة حق أنا شفت الأسعار ممتازة في الصيدلية تقدر تقول الحاجات الصيدلية شركة ممتازة قريت عليها على جوجل ما شاء الله عليها حتى هي أسعارها ممتازة ملابس في جايبين ملابس حتى ان اسعار جمله يوصلك انا في ليبيا مرات تبيع ارخص من السوق كله. الله في حاجات في يعني كويس ان الفكره ان هي ما وصلتش انت يعني ما ادري على حد ما فهمت منك أيوة. انها ما وصلتش للتاجر الليبي او للسوق الليبي ان في معرض راهو صناعه تركيه حيفتح في بنغازي. هذه اللي صارت ان ما كانش في اقبال واسع واقبال كبير ان راهو تعالوا يا تجار اللي عندك قيمه ما دروش اعلانات قويه باي بس هل يستفيد منها التاجر في نسخه الثانيه للمعرض الصناعه التركيه؟ باذن الله انا راسلت الاداره وحكيت مع المنظمين قلت لهم انا مثلا لاني انا بحكمي اني جيت اخر واحد وصار اصلا تاجل شويه المعرض وفي ناس انسحبت من المعرض حكيت له قلت له المعرض الجاي ضروري نديروا اعلانات قويه في التلفزيون في انتشار واسع انتشار واسع حيجوكم ناس مش حتى برا بنغازي يجوا من جاب يطبرك بيضه جميع ربوع ليبيا لان يتواصلوا مع تركيا ولكن ما مش عارفين الباب اللي هو مفتوح أيوة. فنحن نعتبره فيها ان هي يعني بادره كويسه كانت بادره كويسه بادره ممتازه جدا لان اول تاجر اول واحد عنده فلوس بيتجه الى تركيا على طول انه هو بيفكر بيفتح بزنس يا تركيا يا اما يقول لك اني انا نمشي للصين صح فاتجاههم دائما الى تركيا ولكن كويس ان احنا شفنا على الطبيعه المنتجات التركيه من داخل المعرض تمام وكويس ان احنا شفنا ان فيه شركات يعني امس كنت داير لقاء مع شركه يعني واحده من الاسئله سالت لها قلت لها يعني هل ثقافه الزيوت يعني انت عارف انها تاجر ليبي هل حتكون عندها ثقافه الزيوت انه يقول لك حناخذ زيت تركي انت كمستهلك حتاخذ زيت تركي يقول لك اني بس نقصتنا ثقافه ان جرب كيف نقدر نقنعه بها هذه كمواطن؟ هذه ضروري تدير لها ضمان انا مثلا كيف اللي انا عندي مولدات صغيره صناعه تركيه ويخافوا منن انت انا كتاجر ضروري ندير دعايه على المولد ونولع ونوريه ونعطيه يجرب مثلا الثلاث ايام هذين شوفه ما صارش منه ما ككسر ثقه ككسر ثقه فهمت يعني انا وياك نديروا توا ثقه أيوة. كويس الزبون هذا يحق المولد لا قوه الا بالله يجي يقول لي تم خذيها منك يهدي صاحبه راه شو رايك في المولد هذا لا قوه الا بالله يعطي تقدر التسويق عن طريق الاشخاص مش عن طريق الاشخاص وانت طبعا مع الاعلانات اللي على الفيس حتجيب زباين لان تو مثلا كيف ما قلت لي الزيت التركي في السوق تجيب بتخش المحل زيوت حتلقى روحك واخد الماني روسي فهمتوا يقول لك تركي توخر لان هو مش داير له دعايه مش مش بارز المزايا بتاعته ايوه هذا اللي صاير
بس انت هذه استفدت منها من عن طريق المولدات متاعتك انك انت قويت بها شركه. انا استفدت الحمد لله كثقه انك انت تبني فيها ما بينك وما بين التاجر الليبي. طموحاتك في السنوات القادمه باذن الله تعالى حماد؟ والله هو ان شاء الله يتفص على الناس تضيق واجد. هو طبعا لما يقول لك تاجر المولدات هم سبب الازمه. لكن احنا والله ما مسورنا عباره عن احنا تجار كيف التجار العاديين. ان شاء الله يعني في مثلا المنتجعات كيف المستشفيات كيف الحدائق هنا ضروري يظن تحصن ضروري يشترون المولد فهمت. لكن باذن الله السنين الجايه في عمل اكثر. حيكون في عمل اكثر. انت بدري ذكرت نقطه مهمه جدا ان الناس اصبحت تنظر ان لما يجيك اعلان ممول عن طريق مولد ولا عن طريق شيء ان الناس تتجه الى يقول لك ان في مشكله في الضي. ولكن الهدف من المولد الكهربائي للشخص بعيدا عن اي شيء اخر، نحن عندنا الضي احيانا يتذبذب، فهل عندك مثلا يو بي اس مثلا لحمايه المنتجات لحمايه الالات الكهربائيه الكبيره؟ تمام. زي اليو بي اس منظم 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 منظم. لا ان شاء الله ممكن عندنا نهايه السنه هذه عندنا تعاقد مع شركه فرنسيه وعندنا تعاقد مع شركه هنديه منظمات كهربائيه. كويس. تقدر تقول ان ما تبيش تشتري مني مولد نعطيك انا منظم يعدل لك الضي. مثلا انا عندي في البيت نتاعي مرات ينزل عند ال 180 حرق لي مكيف. ضروري منظم في الوسط الليبي ضروري في الحوش ضروري يقعد لان المتذبذب عندنا الضيق يرقى مرات 240 ينزل 180. انت ما تبيش تشتري مولد تاخذ منظم احسن. لكن باذن الله نهاية السنة هذه يقعد عندنا تعاقد مع الشركة بإذن الله تعالى. أحمد كشبور كنت معانا موزع المحتمد للمنطقة الشرقية لشركة أيديا، فإن شاء الله كل التوفيق لك بإذن الله تعالى. بارك الله فيك أخوي. والشباب الطموح قبل ما تختم رسالة منك لو حاب توجهها. والله نحب نوجهها للشباب. يعلم الله يا شباب أبدأ حاجة شخصية لك. اقعد تاجر مش موضوع تقعد مليون تبدا بمليون مليونين حتى ال 10,000 ال 15,000 في دلنا مشروع. توكلوا على الله واسمه بسم الله ومعك ربي ان شاء الله باذن الله تعالى. باذن الله. احمد كشبور يعطيك الصحه والعافيه. من الشباب الطموح جدا والشباب المميز. نتمنى لك كل التوفيق باذن الله تعالى في شركتك، وان شاء الله باذن الله تعالى في المستقبل القريب نشوفوك انت وكيل محتمد ورسمي باذن الله تعالى لكبرى الشركات العالميه. وباذن الله تعالى كل التوفيق لك والشباب اللي نعتمدوا عليهم باذن الله تعالى في المستقبل. شكرا لك يا احمد. هيك مشاهدينا الكرام كملنا مع احمد، وحننتقل باذن الله تعالى الى ضيف اخر موجود معنا في معرض الصناعات التركيه الموجوده في مدينه بنغازي، وهي شركه من الشركات الخاصه بالمواد المنزليه. نقدر نقول يعني اهتمت بصناعات زي ما نقولوا الخاصة بالمواد المنزلية، يعني عدد كبير من 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 الأصناف الموجودة عندها، وهو محمد زهير الفيتوري العلاقات العامة في شركة كينج في شمال أفريقيا. أهلا وسهلا بك. شن حالك يا حميد؟ والله الحمد لله. أول حاجة أنس نورت وشرفتنا في معرض الصناعات التركية وشرف تلفزيون مسار وكل المشاهدين. شكرا نور بك. لا محمد الفيتوري مدير العلاقات العامة في شركة كينج في شمال أفريقيا. أول مرة نخشوا شمال أفريقيا، نحن ديما قاعدين في أوروبا وفي آسيا بس منتجاتنا طبعا نحن بنطلق السوق هنا في ليبيا. كويس. وشمال أفريقيا لكن نبو البوابة متاعنا تجد ليبيا. ما شاء الله. عرفت. كويس. طبعا اقترحت عليهم الاقتراح هذا لأن نحن بوابة لأفريقيا فنبوها تكون ديما توب بإذن الله تعالى. إن شاء الله. كيف شفت المعرض يا حميدة في آخر أيام المعرض يعني؟ والله المعرض يعني لك ما شاء الله يعني أقبال واجد من خاصة من رجال الأعمال. عرفت. أنت تو كتاجر ليبي فاتح في 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 مدينة بنغازي وعندك يعني البزنس الخاص بك أو الشغل الخاص بك. هي شركة تركية هي شركة تركية. عرفت. طبعا ما عندناش نحن هنا في أفريقيا فنحن نبو وكلاء وموزعين. عرفت. نبو وكلاء وموزعين منتجاتنا. يعني انتم بتقدروا الموزع المحتمد في افريقيا. ايوه. بس هذا الطموح بتاعكم. هذا طموحنا نبغى دعم بالشيء هذا من تجارنا. عرفت. مش انه لان نحن سوقنا مفتوح وافضل سوق يعني اي شركه. فهمت. فان شاء الله يعني باذن الله
نسبة النجاح كبيرة بإذن الله تعالى. هل تشوف أن كان في إقبال كبير من قبل التجار الليبيين لمعرض الصناعات التركية في بنغازي؟ لا ما شاء الله، إقبال ما شاء الله من تجارنا، يعني إقبال فترة الصباحية كان أفضل ديما عندنا، أنا ديما التجار قاعدين متواجدين معنا. كصناعات تركية وثقة المنتج يعني خلينا نقول أنت تشتغل على مواد منزلية، قبلك كان يحكي لي أحمد كشبور يحكي لي على المولدات الكهربية، بحكم أنك أنت قاعد في سوق المواد المنزلية والأكثر استهلاكا والأكثر يعني مبيعة داخل المواطنين، ثقة المنتج التركي داخل السوق الليبي؟ ثقة والله هي ثقة فيه عالية، عرفت؟ لأن يعني المستهلك ديما يدور في حاجه كويسه التركيه، عرفت؟ ديما يقول لك لا التركي افضل من الصيني، لان الصيني للاسف قاعد فيه غش واجد، فهمت؟ هي يعني لسه قاعد صناعته رديئه شويه، فيقول لك نبي التركي. طبعا نحن كشركه كينج قاعده في اوروبا، شيء صعب انك تخش في منتجات اوروبا، يعني ضروري يقعد الكواليتي بتاعها عالي، فهمت؟ هي فنحن جبنا لهم الكواليتي العالي نفس اسعار الشركات الصينيه. كويس. شنو العروض اللي قدمتوها بشنو كان انتم حفزتوا حتى التجار اللي والله العروض يعني تخيل انت الاسعار سعر الصيني، عرفت؟ يعني انت متاجر ليبي بدل ما تاخذ صيني لا تاخذ مني انا كواليتي عالي ويجيك اسرع، عرفت؟ والبرايس يقعد اقل، كل ما يزيد الاوردر بتاعك كل ما ينقل البرايس بتاعك، كل ما يزيد البرايس بتاعك. يعني عندنا حاجة ناقصة أن الليبي لما تقول منتج تركي الثقة في الملابس عالية، هي الملابس. ولكن في الباقي المنتجات الأخرى شنو العروض أو شنو الجودة المنتج بصفة عامة أنك أنت تقدر تحكي عليها وتحكي عليها للزبون تقول له راو أنا المنتج هذا عندي يعني ضمان معاه مثلا سنتين سنة؟ لا ضمان، لأن احنا كشركة كينج 4 سنوات على كل منتج، وكان في حاجة رد لنا ان شاء الله حنفتح اخرى مركز الصيانه له. مثل معرض الصناعات التركيه في بنغازي، شن حيعود بالفائده على بنغازي؟ والله اللي شفته انا حيعود فائده كبيره للبنغازي ان شاء الله، يعني تجار واجد جونا وعلاقات التركيه ما شاء الله ردت كيف قبل واحسن، عرفت؟ واضح. وهي يعني الافضل انه شنو؟ يعني حتى القنصليه تفتح باش تسهل عندنا عمليه الاجراءات في النقل. ايوه الاجراءات والتجاره، بعد ما انا نقعد نسافر عندي طرابلس بعدها نجيب لا تقعد انا اسهل. كويس. يعني انت مطالب حاليا السلطات الليبيه بفتح القنصليه التركيه في المنطقه. ايوه. بحيث انك انت كتاجر تسهل عليك. ايوه تسهل عليك الاجراءات. تسهل عليك الاجراءات. عمليه النقل والشحن وتسهيل الاجراءات ما بينك انت كتاجر جمله وما بين انت تاجر جمله حاليا تاجر جمله ما بينك وما بين السلطات التركيه، يعني هل الاجراءات معقده؟ هل الاجراءات سهله؟ مع السلطات التركيه لا يسهل لك في عمليتك. يسهل لك انك انت تاجر هو يبي يكسبك، عرفت؟ فالقصه اللي عندنا نحن هنا في الاجراءات اللي هنا، فنطالب انه يكون في عمليه تسهيل للاجراءات للتاجر بحيث انه هو يقدر يستفيد. بحكم انك انت كتاجر جمله كشباب، يعني وانت واحد من الشباب المميزين ما شاء الله عليك، يعني في عندنا عدد كبير من الشباب طموحهم ان هم يفتحوا يعني مشروع خاص بهم من العمل، هل شركه كينج قادره ان هي تسهل الوظيفه للشاب الليبي مثلا اللي عنده راس مال صغير مثلا 10,000 20,000، هل قادر انه هو يخش للسوق؟ احنا درنا الشيء هذا، يعني حتى المحلات الصغيره شو يطلب منا قلنا لهم حاضر الاوردر بتاعك، يعني قعدنا ندمج الاوردرات مع بعضها، عرفت؟ يعني كل كم تاجر نحطهم بكونتينر واحد وندزوا له. كويس. فهمت؟ هي نسهل الامور. تساعد الامور، ما هذا هو اللي يسال لك. انا كاسب وهو كاسب. برافو عليك، انت كاسب لانك انت بعت له هو حسوق لك. ايوه. يقعد نغرق يقعد السوق كله عند منتجاتي. كويس. فهمت؟ هي تمام. بس ال 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 يعني ما زلنا نرجع ان الثقه للتاجر اللي او للسوق الليبي او المستهلك الليبي في الصناعه التركيه، كيف تقدر تقنع التاجر الليبي بحيث انه هو يقدر ياخذ منتج؟ والله انا التجار طبعا اول مره اخش انا هنا في المنتج متاعنا، اول مره اخش يعني ما شاء الله انا النسبه يعني كان كبيره بكر، مش متوقعها ما شاء الله. انا نفس ولا الشركه متوقعه الشيء هذا ما شاء الله، عرفت؟ يعني اقبال غريب كان ما شاء الله ما شاء الله، فهمت؟ لان كانت
القائمه نتاع منتجاتنا عاليه نفس المنتجات الاوروبيه نفس المنتجات الاوروبيه ولكن هي الـ 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 يعني فقط ناقصه الدعايه او تصويق الكويس ان هي باش توصل للمنزل اللي ايوه هي مشكله ان نحن ما سوقناش واجد ان ما درناش دعايه جات كلها على السريع ما شاء الله ممكن الايام الجايه المنتج بتاعي راح يغرق السوق باذن الله تعالى دعوه منك للشباب الليبيين بحيث ان هم في حاله ان شاب ليبي حاليا قاعد يتفرج يقول لك والله انا عندي مثلا حاط قيمه ماليه كيف تقدر تحفزه؟ والله التحفيز انه ما يخافش فكر الله ما يخافش باهي كان جوكم انتم شنو التسهيلات تقدر تعطوا لهم كشركه كينج مثلا؟ لا التسهيلات اللي نقدر نعطيها لا يعني كنت شوف كم واحد معاه نقدر ندمجنا الاوردرات مع بعضهم كم يوصل سعر الاوردر مثلا خلينا نقول اوكي مثلا ال 40,000 50,000 اكثر حدود 50 60 عادي كويس يعني مثلا كست شباب مثلا انهم بيفتحوا مع بعضهم يعني يشوفوا مثلا كل واحد 10 10 10 يفتحوا مع بعضهم عادي يعني يكون لهم مردود مالي ان شاء الله هو اللي عند هذا نحن كشركه مسهله شحن منا نحن يوصلك لعند الميناء برغازي المنتج كويس يعني انت تبي تعطيه جميع التسهيلات ايوه اللي يوصل عند انا وانت باقي عليك يعني انتوا تو حاليا ما زلتوا انتوا حلقه الوصل ما بين كام وما بين تركيا ايوه كويس باقي كيف حتوصلوا المنتجات بتاعتكم الى كل افريقيا بحكم انك انت ذكرت شيء جميل جدا بدري ان ليبيا بوابه افريقيا ليبيا سوق كبير انا من حكم قبل كنت نخدم في سوق العرب فنشوف ما شاء الله تجار يجونا من مصر من السودان يعني اللي المنتجات اللي تخش ليبيا اكثر من مستحقاتها ليبيا. فهي قاعد تلاحظ ان المنتج اللي يجي ينزل في ليبيا بعدها يمشي للدول الاخرى. كويس. عرفت؟ سوق كبير ليبيا. باي كويس، كيف الاستهداف نتاعكم حيكون ان شاء الله لدولة لقارة افريقيا؟ استهداف ان تو حاليا نحن درنا معرض هنا في بنغازي. ممكن المدة الجاية حنمشوا تونس نعرضه بس. نقول له عندنا وكلاء في ليبيا كويس وكلاء حصري في ليبيا كويس عرفت نمشي غادي نعرض منتجاتي ونقول لهم راه وكالتي في ليبيا شمال افريقيا فيضطر الدول الاخرى انه يجوا من هنا وياخذوا الطلبيات نتاعهم منتجاتنا ممتاز يعني السوق الليبي الاقتصاد الليبي ان شاء الله يعني باذن الله تعالى حنشوفه ان شاء الله يعني في المدى القريب وصولكم الى كل افريقيا بحيث انكم انتم توزعوا منتجاتكم ويكون عندكم التوسع الاكثر. رجوعا الى المعرض من جديد رساله منك الى كل متابعين المعرض ان اليوم في اخر ايام المعرض يعني كمعرض زي صناعته التركية في بنغازي كيف لازم انه هو يقام مره اخرى وكيف الشكل تشوف فيه انت جديد؟ والله انا نطالب يعني ان كل يعني فترة يكون في معرض مش التركي بس شركة دول أخرى لأن نحن يعني نعتبر دورة نامية نبو سوقنا كبير واقتصادنا كويس فكل فترة ضروري يكون عندنا معارض أخرى كويس شنو المعارض اللي أنت تطمح أنك أنت مثلا أن لازم أن هي تقام في ليبيا والله حاليا أنا أفضل أن يكون عندنا معارض لصناعة المصانع صناعة المصانع كويس والله لان نحن عندنا مصانع قليلة عرفت ف يعني يجي عندنا تجار ما شاء الله فيشوف لك مصنع ياخذه ويفتح لك مصنع انا ويحفز الشباب ويشغل الشباب ويجد عندنا فرص عمل اكثر للشباب فالله انا شفت الحق في الصين كويس ان لازم يكون فيه صناعات اخرى صناعات مختلفه يعني خط التركية لازم انه يكون في عندنا باقي الصناعات الاخرى يعني من عدد من الدول يعني انها يعني مدينه بنغازي في الفتره الاخيره شهدت عدد كبير من المعارض من المعرض المصري والسوري ويعني واليوم قاعدين في المعرض التركي والفتره الجايه ان شاء الله في يعني انت كتاجر حاليا طموحك انك انت تتوسع في العمل وتتوسع في انك انت في سرعه الانتشار متاعك يعني انت حاليا تطالب الدوله الليبيه باقامه معارض تكون معارض دوليه سنويه ومع شركات يعني تشوف انهن ذات اهتمام كبير بالصناعات ايوه هذا اللي نفضل انا يعني افضل انك تجيب لي منتجات واتي وتبيع لا جيب لي صناعات
مصانع وخلي التاجر هو يبغازي كويس باش يقوي الاقتصاد الليبي. التسهيلات اللي يعطوا فيها الاتراك للتاجر الليبي من ناحيه العروض، من ناحيه الـ 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 يعني باش انا نسهل عليك كتاجر ليبي، انت انا نبي نسهل عليك، هل نسبه الشحن عاليه بحيث انك انت كتاجر جايه معك كويس ولا نسبه الشحن عاليه شويه؟ عرفت نسبه الشحن لكن تقدر تلايمها يعني، في مش كيف الصين، الصين عاليه جدا كانت، الصين ما زالت اغلى، ما زالت اغلى الصين الشحن. والسلطات التركيه طبعا يعني ما يفوق انت واخذ كميات وهذه، هم يستشعر اقتصادهم فيخفض لك الجمرك ولا هذه، فهمتني؟ فتجد شحنك اقل من الصين واجد كويس. عندنا شباب ليبيين نقصهم حافز انهم ينطلقوا للسوق الليبي ويخشوا فيه بقوه، كيف نقدر نحفزه؟ والله بعيدا حتى على 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 المنتج بتاع كينج يعني، ولكن كيف ان كشباب ان نحن نحفزوا من هم في جيل انهم يبدوا يعتمدوا على انفسهم؟ والله السوق الليبي قلت لك قلت لك من قبل مفتوح، خاصه ان مش سوقنا نحن بس، في سوق المصري، في سوق السوداني، في سوق التشادي، يعني تقدر انت تجيب حتى مش منتجاتنا نحن، منتجاتهم هم، عرفت؟ وتبيع وخاصه نسبه الاستهلاك كويس، في عندنا استهلاك، استهلاك كبير فوق ما تخيل، والله كبير جدا جدا. هل المنزل الليبي في كل مناسباته لازم انه هو يغير مثلا رمضان؟ كل رمضان يعني هذه قعدت من العادات كذا وتبينا دواي كامل، صح ولا يعني صح؟ ايوه، فيعني هذه من الشروط والضروريات انك انت لازم يعني فيه مستهلك، فيه مستهلك، في سوق، في سوق عندنا هنا في ليبيا وفي مصر حتى ما كيف العصريه، كل رمضان ضروري تجيب منتجات جديده، فهمتني؟ فيعني نحن نقدر نشغله نشتغله اقل امكانيات كويس. كم عندك صنف في في الشركه بتاعك؟ على شنو تحتوي؟ نحن تو منتجاتنا والله كم صنف، منتجاتنا والله كثيره، عرفت؟ واجد بك ما اقدرش نحدد، يعني فوق ال 10 20 مثلا اهتميتوا بشيء مميز مش موجود في ليبيا مثلا؟ كشركة والله الحاجات اللي نحن اللي جبناها ما حاجات المطلوبة في ليبيا، يعني انت بتخش للسوق بالمستهلك؟ ايوه، المستهلك الليبي ومستهلك الدول العربية اللي لنا، لكن ما جبتش فيه حاجات تمشيش معنا، كيف يعني تو كيف جبت الشيء التركي، البلاط تاع الشيء التركي ما فيش عليه اقبال، ليش؟ شنو السبب؟ لان الاغلبية ما يعرفوش وما فيش قابلية لا الشيء التركي، فهمتني؟ فقاعد ما، لكن اغلب المنتجات الاخرى كيف القلايات. انت هل في المعرض تبيع بسعر الفرد، بسعر القطعه، او تبيع بسعر جمله؟ لا حاليا عرض بس، عرض عرض للتجار. يعني انت كتجار كان ايوه عندنا الافراد واجد راغبين انهم يشتروا بدون ما يعرفوها، يعني شافوها اول مره ويبوها كويس ما شاء الله، عرفت؟ واجد بكت، لكن السياسي الشركه يقول لي لا. تميزتوا في شيء في الشركه بتاعكم على باقي الشركات الاهرام؟ والله الجاي تاعنا انك كنا ليبيين كويس، عرفت؟ كان التواصل اسهل معهم، فهمت؟ حتى الناس يقول لي التواصل معكم انتم كان اسهل من باقي الشركات. كويس، يعني تواصل مع ليبي بحيث ان ليبي يورد له. قالوا لي افضل انك خشيتوا بهال البيت، يعني هو الفكره انه هو خاش ليبي في ليبي وليبي اللي بيورد له، فضامن ان ليبي هو شنو بالليبي، عرفت؟ وشنو يحب الليبي، فسهل كان الموضوع كويس. يعني احنا تو حاليا نقدر نقول الشباب اللي عندهم قيم ماليه يقدر ان هم يستثمروا، شنو الاستثمارات اللي شفتها هنا مثلا يقدر التاجر الليبي او الشاب الليبي بحيث ان هو مثلا لو عنده قيمه مثلا ماليه مش نقولوا عاليه ولكن قيمه ماليه مثلا في حدود ال 15000 20000، شنو اللي شفته في المعرض هنا يقدر انه هو يفتح بيه بزنس؟ والله اللي شفت انا كيف الملابس، عرفت؟ الحلويات التركيه، منتجات شركه كينج، في اللي شفته يعني تقدر راس مال خفيف انك تخش فيه، تقدر يخش فيه. وهل حينجح الشاب انه لو خش؟ يعني تشوفينه يعني كثقه، كثقه يعني كثقه لا هو كله ما شاء الله اللي كان قاعد خامه عاليه، عرفت؟ مش كيف اللي قاعد في السوق، نحن عندنا منتجات تركيه يعني خامتها رديئه الاغلب، عرفت؟ لكن اللي هنا اللي شفته انا خامه عاليه كويس. المعرض استمر لمده 4 ايام، كان ناقصه دعايه بحيث انه هو يكون الحق كان ناقصه، خاصه اغلب التجار اللي نحكي معاهم انا يقول لي ان احنا كان ناقصنا بعض الدعايه، في اغلب التجار صدفه يا انا سمعت ان بعض من التجار من هنا طلعوا
وعدوا للسوق العرب وعدوا السوق المصرية وعدوا لأماكن بيع الجملة بحيث أنهم يقدروا يعرضوا منتجاتهم. لا أنا مشيت وزعت الدعاية بتاعي غالي في السوق العرب عرفت، لكن المشكلة كنت نبي وقت أكثر باش نوزع المدن المجاورة. بي كيف نقدر كيف يقدر يستفيد المعرض من الخطأ هذا ويقدر السنة الجاية يكسب فيه أكثر؟ هل يقيمه مثلا في مكان فيه حيوية أكثر مثلا زي سوق العرب زي الأماكن هذين، أو يدعي التجار اللي غادي بطريقة؟ أنا كنت متمني في معرض بنغازي اللي في البلاد، كنت متمني غادي يعني باش يكون نسبة الإقبال أعلى قريب، والتجار من سوق العرب وسوق الحديقة ومعروف أسهل المواطن وأسهل التاجر، فهمت؟ مش كيف ال أنا نفسي نين رسلت الشركة باش عرفت اللوكيشن بتاع المعرض لأنه جديد مكانه. يعني تو كيف طرابلس تميز معرضه وين؟ في معرض طرابلس الدولي. معرض طرابلس الدولي معروف. فنحن نقصنا هنا في بنغازي إقامة معرض بنغازي الدولي يقول دائما معروف أنه يكون هو المستقبل الصناعة الرئيسي للمعرض. كويس. هل أنت مع تأييد أن يكون في نسخ للمعرض في عدد من المناطق الليبية زي البيضة، درنة، شحات، طبرق؟ والله عادي مش غلط، يعني ممكن مصرات جنوب سبا وكفرة ممكن، لأن في تجار واجد ما يقدرش يجيك مسافة بعيدة. هل في تواصل ما بينكم وبين الجنوب الليبي؟ والله حاليا من ناحيه يعني بحكم انك انت كموزع لافريقيا هل من ليبيا تحديدا من الجنوب الليبي هل في تواصل بحيث انهم يوصلوا المنتجات؟ والله حاليا قلت لك لا جوني ثقافه الاستهلاك غادي اساسا، يعني هل في ثقه المنتج التركي موجوده كويس؟ هي قلت لك انا تو كيف انا جاني تو من مصر جوني تجار من مصر، لكن قلت له انا عندي بوازين انا كده أعطيته كم شركة خذوا مني مطالبات عرفت الأوردر بتاعهم وأعطيتهم أسمائهم قلت لهم أضمن الموزعين بتاعي ما فممكن أنا كان نمشي جنوب ونعرض منتجاتي حنجيب لهم السوق السوداني أو السوق التشادي أو السوق الجزائري بحكم أنه قريب كيف السوق الجزائري قريب من سبها كويس فهمتني يعني أنا نبي التجار من جنوب يجوني بش كيف شفت التاجر التركي لما جاء البنغازي شن ردود الفعل اللي كانت ما بينكم وما بينهم في تواصل؟ والله هم الحق مصدومين كانوا مش متوقعين هيك بنغازي، طبعا كيف الإعلام إنه مشوه بنغازي وكيف هذه، لكن مش متوقعين هيك، حتى الإدارة عندي أنا في تركيا قالوا لي شيء غريب اللي كان بعد ما شافوا الفيديوهات يعني اللي كان شيء واصل واللي شافوه شيء آخر مغاير حتى كلام السفير التركي ما أنا مش متوقع هيك حتى ما كان يحكي معي ما توقعش انه بنغازي قال يتوقع شيء اخر توقع كيف الاعلام يشوه ان نحن ان كارهينهم ولا مش عاشني قلت له نحن اي حد يجينا ضيفنا صح بنغازي معروف انه تستقبل اي ضيف مهما يكون فعلا قلت له انتم ضيوفنا والتجاره وعلاقات السياسية وهذه مش مهمة هل تشوف ان التجارة هي المنفذ الوحيد لتصحيح العلاقات ما بين والله هي المنفذ الوحيد الافضل يعني لان التاجر هو اللي بيخشش بضاعة وبيورد بضاعة وبناء الدول مبني على الاقتصاد ما نقدرش اخر نستغنى عن السوق التركي نحن محتاجينه خير يعني كاستهلاك كسعر سعر واستهلاك وفخام وكل حاجة افضل السوق التركي من باقي الاسواق يعني كانت ردود الفعل إيجابية جدا وإن شاء الله هو حيتعاود داخل المعرض بإذن الله اللي شايفه من يعني القنصلية التركية والمسؤولين على المعرض في تركيا أن عندهم مقبلية أخرى يتعاود ممتاز بالنسبة يعني النسخة الثانية أنت مدري قلت لي أن نتمنى تكون في صناعات شنو الصناعات اللي ممكن أنها يكون الموجودات في بنغازي وفي فتح خط شراكة ما بينكم وبينها يعني كشركات تركية أو خاطي شركات التركية كصناعة مصانع أنت تشوفين أنه لازم أن هن يجن لازم ضروري والله نشوف كيف صناعة الحديد صناعات مشتقات النفطية عرفت نحن أصلا تول عندنا مشتقات النفطية أغلب كلها قاعد مضروب فهمت هي والمشتقات النفطية بتاع تركيا ما شاء الله يعني حتى في تركيا نفسها هم يستخدموا مشتقاتهم هم فافضل انه يجيني
كيف زيت ولا هذه تركي خير لي من خير لك خير لك من اي شيء اخر. آه. يعني الثقافة الناس ان نقصتنا ان العروض ان لازم يكون يعني متوسعات اكثر بشكل اكبر. ايوه والمصانع الملابس يعني مش حتى التاجر يسأل عليه يقدر ياخذ وكاله كويس هي بدل ما يعدي يجيب لي طرف 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 ياخذ وكاله ياخذ طرف 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 اي شيء ياخذ وكاله ويقعد ينزل له وهم يجهزوه فهمتني يقعد انه جاهز يعطي لك الديكور بالبضاعه وكل حاجه كويس. كنت معنا حبيبنا محمد زهير الفيتوري احد تجار مدينه بنغازي وتحديدا الموزع المعتمد لشركه كينج في شمال افريقيا. باذن الله تعالى نتمنى لك التوفيق وكلمه اخيره منك قبل ما نختم. والله نحب نشكر التجار المواطنين اللي جونا والمنسقين المعرض ان شاء الله السنه الجايه تجد افضل لنا. باذن الله تعالى اللي بياكلنا باذن الله ان شاء الله باذن الله. شكرا لك شكرا لك محمد. هيك مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه المسار نحن نكون وصلنا الى ختام حلقه اليوم من التغطيه الخاصه من داخل ارضيه معرض الصناعات التركيه في مدينه بنغازي بمشاركه واسعه من عدد من الشركات التركيه. على امل ان نلتقي بكم في هذا المساء في اخر حلقات هذه التغطيه المقامه من داخل معرض الصناعات التركيه في بنغازي. امل ان تقبلوا تحياتي ملك خطوه في امان الله وحفظه. إلى اللقاء.